بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتيها بوندا وديالي دلهان تيم بمالك ستوى الدنيا دي دعلا دي دكت جوكتان كسو دوادا حلقات كلاو كمي دي برنامج كيني تحنا يا قرآن كي يصوم علي دا كاسو انقو تلاقا اللي بشن بركيسان يا ربضان يا سنة دا لبكون يلبي يلباتن ووافق سنكون أفر بغل صدح يا فرتن كي يجري برنامج كيني وينو كي يجدون فلق قرآن كي كريم كا وحيقو مرتيا فضيلة الشيخ دكتور فيصل محمد علي وكمل علماء وواوين الصوماليين وقت جبدين جليه وخدمة الدين الإسلام كا سيدا وكان كمل هرمود كا أما با جديدة كام عدا نجاة المجال هذا برع علوم الدين كا وجهرين الشيخ فيصل كسرو سي بي تي في برنامج كا قرآن كي الصومالي دا وندوا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وطاي الشيخ سير سوا كان قامة إدينا أقولين فضل القرآن كا سجود قرآنكم حي هاي حكها الله بلادك وسوكوبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم كاهي هدين سكدين إنين قيحنو قرآن وحلي لهذا وكلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. و حلا وران كرا وهذا الكي إلى هاي وكهد لي وكم قلي ملك جبريل عليه السلام إسلام كان لوجود دشيء نبي محمد صلى الله عليه وسلم لوجون سود دشيء سل لوج عبادة استو ولا حويا يعني أي أن نقدر شيء لوج عبادة استو ما كل كوا حين كده هن كرينا قرآن كان إنهوريا لا مصحف كقرآن أما الله به الله جهي أما عتادها كذوبا وهذا الكي إلهي كهضلي سبحانه وتعالى وكم قلي جبرائيل ملك جبريل وملائكته وفضل بضن لغون سودتشي نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قابك لغو سودتشي كيف يدنا وينو كورم دوننا مركا انت سوا قيحتانك قرآنك مركا ندب علينا نقيحنا وشدد لغو سودتشينا وإن لغو عبادستو إنه حجك النقضاء أما إفتيمية والنقضاء أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم طريقة الدنيا دان أي إنتي تشوغان آخرة دانا وغور رمو أمم كي وغور كهري إي أحواش إي حالته أي صامرين وغور رمو وحكالو وسو دقي إعجاز إي عجز قلين العجز قلين أيو أما على مد معجز نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه الرسول يهي ما دام وسو دقي وقتي عربتو أي آدي آدو حال لرايين أفك إي أراهد إي سيدة هذا اللد اللوي لأهدو مركا إن لسودة جيي لقدو دي قرآن لغو سودة جيي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأغون نمكو كري وآن ميلك لتقين وحكا لأن صابران أمي أها لغو سودة جيي إيانا وحكو ترتي إعجاز مركا علمو دوحي تماماً عجزي قلين إي حجة إن نبي محمد النقطان واللو سودة جيي إن لغو عبادة استنا واللو سودة جيي كاسا يالله ورنك ريا وقرآن وطايئن وحن أغنهي in quraanku ku qoran yahay ama uu ku soo degay luqad xeel dheer in marka taa inta laga imaado sidii sabay imsa qaybood ba quraanka loo hadlaa ama weesa mowduuc uu ka hadlaa bal qaybiisa iyo baablintiisa in quraanku horta marka ma kaanu sharaxnay waxa kale oo muhiim ah in la ogaado quraanku goor mu soo degay in culimada islaamka aqwal bikin laakiin qowlka ugu raajixsan ee ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu oo turjumaanka quraanka ah oo tilmaamay قرآن كله بشر بسودجي، مروح وسودجي سقط ضو ضوبا، وواحد لجوس سودجي سمادا إنه يحكت سماء سماء الدنيا جري كوي الله ولي هذا بيت العزة، أي سقط لما يسترن لجوس سودجي، هبين لسودجينا وهبين كليلة القدر جا، سيد الله بقول إن أنزلناه في ليلة القدر. آيات كلا ولو إن أنزلناه في ليلة مباركة هبين بركة أي نسودة شني هبين كقدر كأصاحبك أي نسودة شني كاسمرك أو سودة شنت جود أن كلا بعضنا وداد دقي وجوه الرئي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي لصادري وغار الحراج شوقي حديث كمشهور كعائشة ورينا رضي الله تعالى عنها تلمام يمركي وجوه رسول النبي عليه الصلاة والسلام سو غار الحراج شوقي لغو سودة شيئي قرآن كي وغوه الرئيي سنت آيادو سورة دليا سورة العلق أما إقراء أينو نقانو لغو سودة شيئي مركا لغا بلابا مالين تهاس هبين ويضان العلومة أي اسكوخ الخلافين بشي أهيد يمالين تهيد مركا
nuzuulkan ay Alla uu ku sheegay Laylatul Qadriga culimada waxay tilmaamayaan inuu yahay nuzuulka hore laakiin samaa dunida la keenay. Culimada qaarkood baa leh laba jeer buu Laylatul Qadri soo degay habeenka hore la keenay Baytul Cizza, iyo markii uu nabiga ku bilaabmay laftiisa waxay ahayd Laylatul Qadri. Cala kul xaal, halkaa uu ka bilaabmay 23 sannadood ayaa qur-aanku soo degay waqaaci kala duwan iyo marba intii loo baahnaa. In nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa loogu soo dejiyo aan mar keliya loo wada keenin xikmad baa ku jirta. Horta waa khasaaista nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ummadihii hore nabiyadooda mar keliya qur-aanka loo soo dejin jiray, laakiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida alla yidhi waqur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa mukthin wanazalnaahu tanziila. aayadda kalena alla uu yidhi waqaala aladiina kafaruu lawlaa nuzila calayhi lqur'aanu jumlatan waaxida kadalika linuthabita bihi fu'aadaka warattalnaahu tartiila. Labada aayado marka laisu geeyo waxaynu kala dhexbaxaynaa markaa xikmadda ku jirta in qur-aanka marba in loosoo dejiyo. waxaa ku jirta aayaddu tilmaamtay si nabiga qalbigiisa ugu sugnaado calayhi salaatu wasalaam, oo marba waxaa kala duwan shay kuu diyaara oo marba inaad kala soo baxdo, iyo arrin intay timaado arrintii marka la isweydiiyo qur-aan ka hadlaya u soo dego waxa weeye way kala duwan yihiin. Qur-aankuna wuxuu u qaybsamaa, haddaynu abaabulinta sii wadno, siyaabo kala duwan baa loo qaybiyaa. Waxaa loo qaybiyaa xagga soo degitaanka, miyuu iska soo degayay qur-aanku mise sabab buu lahaa? labadabana waxa labaduba way jiraan. Qaar sabab leh oo inta arrin dhacdo, deedna arrintii shay daboolaya oo shay daweynaya uu soo dego, iyo mid iyadoo arrinaba dhicin caadi nabiga ugu soo dega calayhi salaatu wasalaam, dhinaca waa laga qaybiyaa. Waxaa kaloo laga qaybiyaa meesha uu ku soo degay. Nabiga calayhi salaatu wasalaam saynu ognahay waxaynu 23 sannoodba qur-aanku ku soo degay, 13 wuxuu joogay Maka, 10 wuxuu joogay Madiina. Marka waxaa loo qaybiyaa cahdul maki iyo cahdul madani, bimacnaa zamankii, maaha goobta, zamankii uu Maka joogay iyo zamankii uu Madiina joogay. Marka qur-aanka soo dega zamankii uu Maka joogay Maki baa la yidhaahdaa, qur-aanka soo degay markii uu Madiina joogayna Madani baa la yidhaahdaa. Waxa ugu badan ay ku kala duwan yihiinna waa waxay ka hadlayaan, mawduucyada ay ka hadlayaan ayaa kala duwan. Oo xilliga Maka axkaami ma jirin, waxaa laga hadlayay caqiidada iyo dadka in Ilaahay lagu xiro iyo waxa ka horeeya iyo ummadihii hore in looga warramo iyo waxyaabaas uga warramay. Baynama qur-aankii soo degay zamankii nabigu Madiina joogay waxaa ku badan axkaamta dooda lala doodayo, ummadahan kala duwan lala doodayo, iyo waxyaabaasaa ku badan. Dhinac kale way fara badan, waa xagaloo loo qaybiyaa qur-aanka qaar habeen soo degay baa jira, qaarna maalin bay soo degeen. xagga waqtiyada xilliyada gu iyo dayr iyo taan waa la qiyay. Marka siyaabo kala duwan ayaa qur-aanka loo qaybiyaa. Waxaan kaloo aan raacin lahaa halkaa, qur-aanka wixii ugu horreeyay soo degay iyo wixii ugu dambeeyay soo degay. Wixii ugu horreeyay soo degay waa sidaan horeba u tilmaamnay, xadiiskuna ku ansaxay in suuraddan, suuratu iqra la yidhaahdo, 5 aayadood, iqra bismi rabbika aladii khalaq, inuu soo degay. Qisadii baa lahayd markii malaku Jibriil nabiga sallallahu calayhi wasallam gaaro Xira ugu yimid. maxaa ugu dambeeya soo degay? culimada islaamku ilaa 3 qowl bay ka yidhaahdeen, laakiin 3 qowl wax la odhan karayaa, oo 3 aayado isku xiga ayaa qoloba tiri aayadaas. oo aayadan aayatu riba loo yaqaan, ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wadaruu maa baqiya min ariba. aayadna aayadda wuxuu xigtaa aakhirkeeda wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah. aayadna aayadda 3aad ee kusii xigtaa ya ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum, aayatu dayn iyo aayatu riba iyo wattaquu, saddexdaas ayaa 3 qowl. Marka culimada qaarkood waxay tilmaameen sida sheekha weyne Sijaaluddin Suyuuti intaba suurata Baqara ku jira, waa 3 ayadood isku xiga. Marka waxay leedahay wax khilaafa ka dhexeeya ma jiraane, laga bilaabay ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wadaruu maa baqiya min ariba ilaa aayadda ka dambeysa ay ku jirta wattaquu yowman iyo aayatu dayn oo wada socda ama waqti isku dhow ah ayaa la odhan karaa waa wixii ugu dambeeyey ee qur-aanka soo degay. xag kale, qur-aanku mararka qaarkood aayad qura soo degaysay, mar waxaa soo degay aayad barkeed, mar waxaa soo degayay suurad dhammaystiran, mar waxaa soo degayay 10 aayadood oo isku xidhan. marka taana uu ku kala duwanaa qur-aanku, xikmaduna waxay ahayd in lagu daweeyo marba wixii dadka ay u baahan yihiin ama baahidooda, in wax u munaasiba oo aayada qur-aan oo daweynaya ay soo degaan. taas ayaana nafta u aqbalitaan badan, oo waxa weeyaan naftu ay aad iyo aad ugu raaxaysanaysa. naam.
واتاي الشيخ نبغى وقتك مرحلة حاجة ما هذا علينا مرحلة أنت عسى كني بعضنا راح ده قرآن فضل ينتهي لك أما فضل النوع ما أقوليه فراء قرآن كريم كفضل يجيسو هذه يدبو بديه فضل يشرف وحقوق فلان مرنا قرآن كأنه كورمينا مرنا آخرين تيسا قرآن كفضل وحقوق فلان أنه كلام رب العالمين خلق كان الله أبوري سماوات كي أرلاد يوحى كل حشرة أبوري كلام كي وكحد لي وي مركز سيد الله سبحانه وتعالى إن خلق جيس أن لو جرب ليك كرينه الله سبحانه وتعالى عظمة ديس يوين ديس أي أسر رئيسه أي هذا الكيس أي صفات كيسونه أي أسر ريان الله سبحانه وتعالى مرك القرآن كشرف أنت صاغو فينا لكن وحمهم إنه أرى يستل تاجنا إذا أخرنت القرآن ك هي فضل جا كسؤال وري أدي أبي وفر بدينهين حبين وكتها تعبرين وحكم إذا قرآن كريم كأه وحلقو حري برشديسة يا آخرين تيسة هل بيج وحيوتها خير يدا يا سيد الله كلا وناك سين يعني لو كلا خير بدين يعني وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان صحيح عن كابا وحي هاي خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحيدكم خير بدن كبرت قرآن كسنو حبرة يعني سو نبرت ضد كان برا مركا تسوحي نقول كرسا قف يقفنا ويقول كرتا بلشي بلشنا وينقون كرتا دجان يدجان وينقون كريسا مركا قف كوح وكخير بدين قف كخلي خير وجب وجدوا وياهاي أنت أو قرآن كدري يالو أو برتو أو ضد كبرا ودن ودن وح كجهر مرة مجال مجال وح كجهر مرتا قرآن كيا خيريز مك حنونا كنا وأهل بيجا كلا سرين تأية كلا وناك سنانتا أي قرآن كويه قضب كلا بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحوت المامي وإيش الحديث كان معني سمعنا كله إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إلى هاي سبحانه وتعالى كتاب كان وحوكوك ريالي قراء تدكم مركب وراء أيسان أمو وحويا هوسيا أي أن لكوك ريالا وحكالو هوسو قل لقاء ضد إساس الرئيسية مركب بلشدة بلا هذا كلمة نبي آدم ما دام لقل يقانو إن إسكال بيدانو قف وقف كلا إسكال بيدو وحمهما إن قرآن وجد القرآن كإنه هاي شيء قف كسر السرسية أما هو صدق أو مرك أوقاته أو كعمل فلو أو حفظي أو إلالي أو سك حكمه وحنا قلنا يقف سرية دولة دي بان قلنا إيشا بلشدة دي بان قلنا إيشا مجال دي بان قلنا إيشا نوعي تنتاب النقد هاصنا وحلا دي قف كمرك القرآن كأوش قيار يستو حجس إيج وايو دنين وايو بل أدت كقارقود أي لقى رأينا إذا عدان مرك يقف كيرات المام يان كان يوم معلم القرآن مركب بلشدة النوع عاصم إيسا وبلشو هوسين إيسا وليقيت هوسين إيسا صابتو وحي كتاقين شيقي لغو كرنا قنشري مركا تاسنوا فضل آدي آدوين وقاعبان إلهي دو مسلمين تركبضان أو مضاح النقضي لددك وحويين لغو هرئيسيين شري ولما موسي شري وأسل كودي لغاية أضوما أها أيا وحي شرفتاكو هلين مركا يقرآن كريم كابرتين عددكين برين قدب كالصدحات النبي عليه الصلاة والسلام وحينوت المامي حرف قرآن كريم كم إذا قفك أخيا إنو كهليو تبن أجر النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف واللام حرف والميم حرف حرف قرآن قفك أخيا النبي صلى الله عليه وسلم وحهليا أجر أجر كاسو طبعا الله قلوا فني يعني تمن أجر بو هليا ما أرنا يبو النبي عليه الصلاة والسلام ألف لام ميم أو وضع الصعوطة أي اسكو حرف لكن ألف وحرف لام كنا وحرف ميمنا وحرف مركا وحوي ألف لام ميم قفك أخرية أو كلا معني دو حوي سودن درجو أيو هليا تمن سودن درجو أيو هليا تحسن وفضل يرونتي آدي آدي وين وآخرين تيسا كتشيرو قفكو هدي وقرآن كدميو مر انتو بلابا ودمهيو اجرك وهيلي كري الهي مبوك سبحانه وتعالى وحكم يدم قرانكو وشفيع وشفيع قاضي ارجو نقن يا قفك قرانك اخريا قولي بكو عمل فلا ما انت قيام ارجو نقنيا ونبي عليه الصلاه والسلام يقول اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه والقرانك اخريا وايو وحو ايمان دونا قرانكو ما انت قيامه اسغو شفيع قاضي او ارجينيا وحوي أصحاب تيسا
qaabka uu geynayna xadiiska la tilmaamayo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qur-aanku wuxuu odhanayaa rabbigayow addoonkan hurdadii habeenkan u diiday siduu qur-aanka u akhriyay ilaahay iga shafeeca aqbal ilaahayna waa ka aqbalaya shafeecada qur-aanka. Waxaa ka mid ah oo iyaduna runtii manqabo aad iyo aada u weyn ah in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay dadka qur-aanka ehelka u ah inay yihiin ehelkii ilaahay iyo sokeeyihii ilaahay subxaanahu watacaala oo ahlullaahi waxa weeyaan inay yihiin ahlulqur'aan iyo wakhaasatu. Ahlullaahi dadka loo jeeda la leeyahay qur-aanka ehel bay u yihiinna waa dadka xuruuftiisana ilaaliya oo xifdiya oo si fiican u akhriya akhriya ku camal fala ayaa la odhanaya waa ahlullah. Marka fadaaisha ku soo aroortay fadaa'il lasoo koobi karayo ma aha, qur-aanka kariimka ah aada iyo aada iyo barako badan ayaa ku sugan. Waxaan filayaa intaa aynu sheegnay waqtigii nagu eegayna inay waxa weeye ku filan tahay qofka muslimka ah ee doonaya aakhiradiisa inuu shaqaysto. Watahay sheekh, waxaa tahday fadaa'il aada badan bulshadeena soomaaliyeedaynu ka dhalanay markaan usoo noqono, ma yihiin kuwa ku baraarugsan fadaa'ilka badan ee qur-aanku gaarka leeyahay? Su-aal aad iyo aada muhiima weeye. Bulshadan soomaalida la yidhaahdo, dowladaha kala duwan ku dhex nool ama dowladaha dibadda ha noqdo ama dowladaha geeska afrika ha noqdeen, run ahaantii marka la eegayo xifdiga xuruufta aada iyo aada bay caalamka oo dhan uga horeeya. Xifdiga xuruufta waxaynu uga jeednaa in yacni dee kelmadaha qur-aanka la xifdiyo aada iyo aada bay uga horeeyaan, oo waa bulsho la odhan karayo maanta bulsho kula tartami karta ma jirto. sida wadamada qaarkood ay caanka ugu noqdeen xifdiga iyo ashcaarta iyo gabayada sida wadanka Mauritania la yidhaahdo, ayay soomaalidu waxay caan ku noqdeen oo caalamka oo dhan ay u qireen inay yihiin bulsho xifdiga qur-aanka aada iyo aada ugu horeysa. Waana nicmo ilaahay subxaana wa tacala ina siiyey. Xagga kale, laakiin waxaa la odhan karayaa ma qur-aanku dee xifdiga keliya uma baahna, wuxuu u baahan yahay qur-aankii in lagu camalfalo. Camalfalkaasi wuu jiraa oo ma odhan karayo bulshadu qur-aanka kuma camalfasho waa lagu camalfalaa, laakiin waxaad dareemaysaa akhlaaqda qur-aanku uu ku yeedhayo in badan oo ka mid a inay mujtamaceena ka dhex maqan tahay. Qur-aanku wuxuu ku yeedhayaa walaaltinimada in la ilaaliyo, wuxuu ku yeedhayaa qur-aanku ummaddu inay mid noqoto, wa ana haadihi ummatukum ummata waaxida wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu, nusuus aad iyo aada u fara badan. Marka dhinaca laga eego xaggii akhlaaqiyaadkii, suuqyadeenna markaynu eegno waxaad ka dheehanaysaa in ay kala yaro duugsan yihiin akhlaaqda qur-aanku uu ku yeedhayo iyo waxa weeye akhlaaqda dadku ay samaynayaan. Cala dhinaca dowladda markaynu eegno, xagga dowladaha waxa weeyaan iyana khalal badan baa ka jira, oo ah waxa weeyaan in qur-aanka kariimka uu noqdo shayga ina hagaya ayna xukumaya, hadday siyaasadda noqoto, hadday noqoto arrimaha dhaqaalaha, hadday noqoto noocay doontaba ha noqotee. Bixamdillaahi dastuuradan la dejiyey waxa weeyaan dowladahan soomaalidu ay dejisteen wuu ku cad yahay inuu yahay qur-aanka kariimka, laakiin haddana waxaad arkaysaa marka camali la eego in khalal badani ka jira. Marka waxaan odhan karaynaa qur-aanka daryeelidiisa qaybana waynu ku fiicannahay oo caalamka sidaa tilmaamay waynu kaga horeynaa, qaybaha qaarkoodna waxaa laga yaabaa in laynagaga horeeyo ama aynu kuba liidanno meelaha qaarkood. Haba u bataan xagga akhlaaqiyaadka iyo maaraynta maalka iyo waxyaabaha noocaasa haba u badnaadeen xagga, laakiin caqiidada wanaagsan ee qur-aanku ku yeedhayo waxaa la odhan karaa soomaalidu meel fiican bay ka joogaan, oo caqiidadoodu waa caqiida saliim ah, waafaqsan kitaabka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam, khalal badanna waa jiraan. Marka haddaan soo ururiyo waxa weeyaan oo cadliga iyo insaafku yahay, meelana waynu ku fiicannahay, meelana waynu ku hoosaynaa. Taana waxay markaa aan doonayaa inaan uga faa'iidaysto inaynu ku dadaalno in aynu qur-aanka wada qaadanno, oo sidaynu caan ugu noqonay ilaalinta xuruuftiisa iyo xifdintiisa, inaynu waxa weye macaanidiisa iyo wuxuu ku yeedhaya qur-aankuna in aynu ummadaha kaga horeyno si aynu u helno waxa weye sarreyn iyo wanaag aakhira iyo mid adduunba. Waxaanu hadda sheekh ku dhex jirnaa bishii barakaysnayda Ramadaan, sidaas sheegtayna waa bishii uu qur-aanku soo degay. Bal kaalmahaas aynu barnaynay sidee baynu uga faa'iidaysan karnaa si aynu fadliga qur-aanka wada helno, sidee kor loogu qaadi karaa bay kula taadeen? Intaan taa ka jawaabin, tii hore waxaan raacinayaa si aan usii caddeeyo noocyada qur-aanku uu yahay. Ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamay isagoo rasuulka ka warramaya, faqaala rasuulu yaa rabbi ina qawmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura. Rasuulku wuxuu yidhi
isagoo ashtakoonaya tolkay qur-aanka waxay ka yeesheen mid ay ka hijroodeen oo ay ka tageen. Haddaba culimmo waxay tilmaamaan tegitaanka qur-aanka laga tegayo ilaa shan nooc buu noqdaa. Kow, dhegaysadka iyo rumaynta la rumaynayo in qofkii uu ka tago oo qur-aankaba uu ku xajiimoodo. Dadka ku xajiimoodaana waa dadka lahwigu ku badan yahay ee heesaha dhegaysta, sababtoo qalbiga addoonka qofka muslimka qalbigiisa kuma kulmi karaan hees jacaylkeed iyo qur-aan jacaylkeed, midbaa midka kale eryaya. Marka in qofkii dhegaysan waayo qur-aankii rumayn waayo waa nooc ka mid ah tegidda uu qofku ka hijrooday. Nooca labaad, ku camal falkii, in qofkii ku camal fali waayo qur-aankii hadduu doono haba xifdisanaado. Waxaa laga yaabaa isagoo xifdisan haddana inuu waxa weeye maalinta intaasoo jeer qur-aanka wixii uu ku yeedhay uu garab maro. Ka saddexaad, waa in qofku ka tago xifdintii uu xifdiyayay, waa nooc ka mid a hajiro intii qofku ka hijrooday, inuu qur-aankii xifdiyay waayo. Nooca afraad, inuu ka tago tadaburkii qur-aanka loo baahnay inuu ku tadaburo, oo qur-aanku wuu nala hadlayaa. Aayad kastoo qur-aanka kala mid ahay, qof kastoo innagay nala mida way la hadlaysaa, dowladdii bay la hadlaysaa, shacabkii bay la hadlaysaa, qof kasta qof bay ula hadlaysaa. Marka inaad fariinta iyo dhambaalka alle ka yimid subxaana watacaala inaad si weyn u dhegaysto, u dhuuxdo, oo macaanida ku duugan aada u fiirfiirsato, dhugato, waxa weeye waa tadaburkii in iyadana laga tago. Kugu dambeeyaa, in laysku daweyn waayo cadam alistishfaai bihi, in laysku daweyn waayo oo qofku uu qur-aanka markuu meelaha kale kusoo daalo uu yidhahdo bal waadada igu yeedha, laakiin qur-aanku xanuun kasta isaga ka dawa ah, noocuu doonaba ha noqda isaga ka dawa ah, laakiin wuxuu u baahan yahay in qalbigu uu rumaysan yahay arrinka kuna sabro. Marka inta haddaan taa ka dabageeyo qur-aanka iyo ramadaan, qur-aanka iyo ramadaan xiriir toosabaa ka dhexeeya. sababta ugu dhexeeya xiriirka ugu weynina waa qur-aanku inuu soo tegay bil ramadaan. shahru ramadaan aladii unzila fihi alquraan hudan linnaasi wabayinaati min alhuda walfurqaan ina anzalnaahu fii leylati mubaaraka ina anzalnaahu fii leylati alqadri. Marka xiriirka ka dhexeeya waxa weeye qur-aankan kariimka ahiba wuxuu soo dego, alle u dooray soo degistiisii inuu noqdo bisha ramadaan dhexdeeda. waata kale soonku wuxuu xiriir wada u yahay qur-aanka fahamkiisii, alla wuxuu yahay ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. soonka taqwa laga hela, taqwa haday timaadana ku camal falkii qur-aanka iyo fahamkii qur-aanka imanayo. sidaa daraadeed baa qofka muslimka waxa looga baahan yahay bishan ramadaan iyo qur-aanka, maadaama xiriir ka dhahay xiriirka inuu adkeeyo oo qur-aanka akhrintiisa, ku tadaburkiisa, dhegaysadkiisa, ku camal falkiisa inuu aada iyo aada u daryeelo. walidaalika baa nebigu calayhi salaatu wasalaam labadoodan wuu lamaaneeyey oo wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaame soomka iyo qur-aankuba way imanayaan iyagoo addoonka u shafeeca qaadaya. soomku muxuu odhanayaa, rabbigayow addoonkan maalintii baan u diiday inuu wax cabo oo wax cuno, haddii qofku waa kan af xidhan. qur-aankuna wuxuu odhanayaa, anna hurdadii baan u diiday habeenkii. hadeeg marka xiriir toosa baa ka dhexeeya. waata kale bisha ramadaan waa bil khayr fadli badan, zamanka fadliga badanna cibaado kastoo la dhex sameeya fadli bay ka qaadanaysaa. tusaale ahaan, leylat alqadrigu waa habeen fadli badan, maadaama habeenkii uu fadli badan yahay, cibaado kasta noocay doontaba ha noqotay aada la timaadaa way ka fadli badan tahay habeenka kale. haddii la doono nas ahaan yaanu si gaara ugu soo aroorin, iminka habeenka qiyaamuleylka la istaago leylatul qadriga xadiis gaara baa kusoo arooray oo ah in laysu dumi dhaafayo. laakiin camal kasto khayriyo aad samaysaa, maadaama habeenkii uu sharaf leeyahay oo miisa leeyahay, camal kastoo lala yimaadaana uu ka fadli badan yahay camalada waqtiga kale la yimaado. taa marka waxaynu uga golleenahay shacbaan qur-aanka aada akhriso bisha shacbaan ee soonka ka horeysa, iyo ramadaan qur-aanka aada akhrisaa, xagga ajarka aad iyo aad bay u kala badan yihiin, sababtoo ah waxaad qur-aanka akhriyeysaa waqti fadli badan. sidaa daraaddeed in qofku uu bisha ramadaan uu ku dadaalo, dadkii wan wanaagsanaa waxaa laga sheegayo, waxaa laga yahay qofku inuu siyaado waa khayaali weeye. dadkii wan wanaagsanaa waxaa laga sheegayay bisha ramadaan soddonka cisho soddonkaba inay khatimi jireen qur-aanka, soddon jeer inay khatimi jireen. qolo kale waxaa laga sheegay inay laba jeer maalintiiba khatimi jireen. qofka waxaa laga yaabaa maadaama aanu qur-aanka aada ula nooleyn, iimaankiisu iska daciifiya, inuu is yidhaahdo unuu dadkani maxay ahaayeen,
سيكون عكرا يسا أما وي أذاك تاي يعني مثلا قرآن كا جيس كم حال وآخرية يعني إلى عشان يتمن دقيقة لا تندقيقة على وآخرية ساعد وحلا يا سدح جيس نذا خريدو ساعدي إنه ذا خريدو سدح جيس مركا وحد كل أمين كتام عني وحوي صدن كيس عضو دم يسا طبعا ساعدو بعضو باهنت طبعا ساعدو هدي ولا ما تشرخ تيم مركا طبعا كلا كدر يعني محاوس عليه همين كي معنتي أفر ساعدو صلادي همي وحوي هردي سمي هذي مركا مشكلة وحوي قفكو إيمانكم مركوسي في عن قلبك وقالوا حبناها شرك أوداني ويهو كان سمان باهيدا قفكو دريمية باهيدا هرددا باهيدا عنتدا باهيدا شاكدا باهيدا سعود كآه وحويا ويكبح حيسا قلبك إيسا مركا قفكو حولانا ولانيا مركا إنه دي هالكا كل بما قاعدك الرو والغا يا بادة أمدا خير كمدا ما عدو الزمن كان إني جينا دنو عاصو كلاه لكن وحا أغيران آه قفكو إنو مرختمو قرآنك أغيران بشن رمضان إنو فضل قاوينقاتو waxa markii baa soo arooraysa in dadka qaar ka yahay anigu maba akhriyo maba akhriyo kara quraanka ama ma xifdisani ama kitabka kama akhriyo karayo kan xifdisanay inda kitabki baa u yaala kan kitabka ka akhriyo karina waxa muhiim ah inta uu yaqaano inuu ku celceliyo wuxuu yaqaan faatixada ya bi rabbi nas ya bi rabbi falaq ya qul wal inta inuu ku celceliyo aanu ka daalin ajarkii إن شاء الله تعالى نيدي صالحان أجر كينو هلية بإذن الله تعالى مرك على كل حال وحانو نفطي إذا أنوك بالله يعيد كستعودك يقاري إن قرآنك أديدنا إن ونقض قودهان نلشينا قارهان بشهر رمضان إن آديات نلشينا ونقض إنت صنعنا كريم وطهي الشيخ وحانو كسي سيقني قنتي كبقودي برامجك بل سنتي ناك بحين وحاد تلمانتي إن قرآنك يماني مانتقي يمسوغو قفكي أخرية مبساحيب كيسا وشفي عقاضي سلام مركز سنة كون دعوني إنه قف كنه جديد هبين موجودين. and هل كان سؤال بخلال نص أه and قرآن كي مدام حلو البلاخري كرام. قف كهبين كي أخري وهردد وديدي. ويكفل دي بدين كي ما أنت أخري. سؤال مهم جدا بارك الله فيك. and هذا الكاسوح وقصاب بحين مخرج الغالب وحلوية هذا أصول الفقه خرج مخرج الغالب. غالب ك قرآن ك وحل أخري وهبين كي. ضدك الصالحين تاهي. يعني ما أنتنا ما هينا الآخرين هبينكي هبينكي وحلي مميزات وحيابها الليري فربضن بو هبينكي اللي هي هبينكي وحكوشرة نزولك إلهي كا وثلث الليل آخر كسابين كصدح ميرو ميرش أو قطن بيسا رب با سبحانه وتعالى سيدا معصوم كوين وقور رمي السماء والدنيا وسودة أدوما دي صلاح الله مركا فضل قاعد يهرات كابو اللي هي وطلبات هبينكي ميزات اللبات أولي هي وحوي dadkii waxay ku raaxaysanayaan hurdadoodi adiguna waxaad isu soo taageysa ama salaad ku dul akhri ama adoo fadhiya ba akhriyo caadi isaga akhriye wa miisa iyo dheerada oo cibaadadu marka dadka ka badankoodu ka mashquulsan cibaadada la timaada way ka fadli badan tahay cibaadada dadku wada sameeyeen imi ka bisha ramadaan waxa laga yaabo dadku iska wada soomaan laakiin waqtiyada kale ee soonka ee dadku ka mashquulsan yihiin aanay ku baraysanayn qofka isagu ilaashada هل ليرب وطاع واتكلأ حاجة دشوشية تشوشية رانتا وحبوق يقيل يعد كل هذا الشيء التلفون كوكسور دعائي وحبطونا وحبيا مكا غالبا تدك صالحين تعاي قرآن كودا انت بضا وحي أخرج جرين هبينكي فوائدك فراها بضا يقو إيقيا مد بلغيا ساتولين كنت كنت قار كنت بلغيا بهبينكي إني صلاة كو ختمان قرآنك صلاة بوحرانيا صلاة داسو قرآنك أوردن كو ختمايا marka sidaas waxa weeye mawjadka iyo dheeraadkaas ayaa habeenku leeyahay oo aanay maalintii aan la isaa dareed ba hadiisku tilmaamay in quraanku oran doono habeenkii baan u diiday een waxa weeye hurdadiisi u diiday maadaama sida gaalibka ay tahay xilligaasi xilliga ugu fadli badan ee habeen ee quraanka la akhriyo wa tahay sheekadu maasantahay een daawada intaas wax nagu dhan xalqadeenani oo in kaga hadlinay fadliga quraanka kariimka waxaan igu martay ahaa caalimka Soomaaliyeed ee Sheikh Dr. Faisal Maxamed Cali oo kamid culimada waaweyn ee Soomaalida barnaamijkan waxa idin soo tabinayaa aniga Khadir Qowdhame waad doobistiin Nuruddin Cali Kabiyaye intaan ku kulmi doono barnaamijyada dambeyd ilhaanti wax la keteena amaana Allah